السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن فرش المحضن للحمام عشان يبيض فيه بحيث يبقى البيض بعيد عن أي تلوث بكتيري أو أي إصابات حشرية، وإزاي غير الناتجة تبقى صحتها كويسة ما فيهاش أي إصابة حشرية أو أي إصابة بكتيرية أو فيروسية. تمام، الأول بيبقى المحضن معانا بتاعنا نضيفه اهوت ومحطوط في الشمس ومتنشف في الشمس كويس. تمام، معايا هنا بخاخة فيها بتادين او يود 10 سنت على البخاخة ديت، لو عايز تحط 20 مفيش مشكلة. البخاخة التانية الخضرة ديت دي فيها مبيد تمام حشري، ممكن نجيب بيوتكس بنحط سنت على البخاخة او 2 سنت على البخاخة، ممكن نجيب ايفرمكتين وتحط 2 سنت على البخاخة. عايز تجيب حاجة بشري هتجيب اكتوميسيرين للسيون وتحط ربع او نص الازازة بعد ما ترجها كويس تحطها على البخاخة ديت. تمام، ومعايا هنا ده جير مطفي. تمام، ومعايا هنا الفرش اللي هفرشه في المحضن دي كارينا عباره عن سعف النخيل. تمام، عايز تجيب نشاره براحتك مفيش مشكله. انا اول حاجه هعملها هجيب البخاخه اللي هي اليود اهي. تمام، بخيت كده الطاجن نديته، ابدا اجيب الجير المطفي. تمام، حطيته في الطاجن، هو مفيش مانع يبقى فيه شويه كمان في ارضيه الطاجن. ابدا اجيب بقى السعف النخيل بتاعي او الكارينه او النشاره او الماده اللي هستعملها. تمام، انا بقول لحضرتك على انسب حاجه في الصيف وفي الشتاء ما تكبسش البيض معاك وما تكسرش البيض معاك وما يحصلش اي مشاكل فيه. كارينه طبعا ديت متنشره في الشمس وكنت رشش عليها بالبخاخه ديت كده يود. تمام، اجي هنا خلاص الجزء اللي هيبقى تحت في الطاجن اهو، ده الجزء اللي فوق انا رشش عليه، الجزء اللي يبقى تحت برش عليه بالبخاخه الخضراء، برش عليه كده ايه انديه خلاص كده بقى عليه ايه الاكتوميسيلين. ده ممتد المفعول او المبيد الحشري ده بيفضل اثره طول مده التحضين معاك. تمام، لان درجه الرطوبه والحراره الموجوده في التحضين بتساعد على ايه يعني يرقات او بيض الحشرات ديت ان هو ايه ينتشر. تمام، فاحنا كده خلاص ان شاء الله تاخد زولول كويس ما فيهوش اي مشاكل، وتبدا انت بقى خلاص كده خلصت هتحط الكارينه بتاعتك اهي. عايز تسيبه في الشمس شويه، لو انت نديته شويه ينشف ما فيش مشكله. المحضن ده بتاعي محضن صحي امن على الطيور، ان شاء الله باذن الله ما يبقاش فيه يعني ما يبقاش بيئه خصبه لانتشار الامراض او حدوث اي تلوث للبيضه سواء بقى بالايكولاي. وفي نفس الوقت انت حضرتك البيض اما بينزل خدت حضرتك هوري حضرتك تتعامل ازاي مع البيض دلوقتي بقى. دلوقتي مثلا وليكن هي دي البيضه، وليكن مثلا دي البيضه بتاعت الحماميه الحمام باض. تمام، عايز انا ايه باجي البيضه الاولانيه وحط البيضه الثانيه، باجي مثلا باخد البيضتين باجي بالبخاخ اللي عليها البتادين ديت وارش على البيضه كده من بره زي ما اكون بغسلها كده. تمام اهو، وامسح حته سفنجه كده وامسح، او العكس تبقى انت رشش على السفنجه. تمام، رشش على السفنجه كده اهوت وتيجي تمسح ايه على البيضه من بره كده. طبعا دي بيضه من الجبس او بيضه بلاستيك انا بس بشرح لكم عليها يعني. برش على البيضه هي. تمام، او بجيب قطعه سفنجه زي ديت وببللها كده. تمام، بميه بيود وامسح على البيضه اهو، امسح ايش البيضه لو في زرق لو في اي تلوث من منطقه المجمع عشان برضو ايه درجه الحراره والرطوبه اللي هتبقى موجوده في التحضين والبيض مسمي طبعا ما تعملش على نفاذ بكتيريا او اي اصابات بكتيريا داخل البيضه خاصه الكولاي. تمام، وابدا احط البيضه بتاعت الحمام بيورد عليها، بيبقى ده الطاجن بتاعي فرش صحي وامن خالي من الحشرات خالي من الامراض، البيض قشرته نظيفه الطاجن ما فيهوش اي زرق. باجي اكشف على البيضه بعد 3 ايام وبعد اسبوع البيضه كويسه خلاص، لو لا قدر الله رقع ولا حاجه بستبعدها عشان ما يحصلش اي تلوث او انتشار ايه بكتيري. اتمنى ان الفيديو ده يكون فاتكم ان شاء الله وتكونوا استفدتوا منه، وطبعا ده هيرفع معاك من نسبه الفأس ونسبه نجاح الفأس في الحمام بتاعك. الفرش الصحي والامن على طيورك عشان تاخد زغلول بصحه جيده وما فيهوش امراض باذن الله من اول البيضه لما للفطام ان شاء الله على خير. طبعا في ناس بتستعمل فرش تاني من التراب مفيش مشكله بس يكون متشمس كويس، ولو خلطته بشويه جير مفيش مشكله. تمام، اتمنى ان الفيديو ده يكون فاتكم يا رب وتكونوا استفدتوا منه ان شاء الله.